اندماج الكتيبتين، كتيبة الملثمون وكتيبة جماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، يحمل دلالة على أن هذه الجماعات بدأت في تجميع صفوفها بعد الضربات الفرنسية في شمال مالي. البعض يتحدث عن تمركز هذه الجماعات في جنوب ليبيا، سبق أن قامت بهجمات موحدة ومنسقة في شمال النيجر، استهدفت مدينة أكاديز و مراكز الشبكة الفرنسية وبعض المصالح الفرنسية. التنسيق بين هذه الجماعات ليس وليد اللحظة، سبق أن نسقوا في مدينة غاوة عندما هاجموا الحركة الوطنية واستطاعوا طرد الطوارئ، وبالتالي اندماج هاتين الجماعتين يوحي بأن هنالك رغبة فيها لديهما بتجميع صفوفهما، محاولة امتصاص الصدمة التي خلفتها الهجمة الفرنسية، وبالتالي فهو يعطينا فكرة عن الآفاق المستقبلية التي تريد أو يريد بلعور وحلفائه خوض المعركة في منطقة الساحل وفقها. طبعا هذا التنظيم الجديد الذي أطلقوا عليه اسم المرابطون لا شك سيكون أكثر قدرة على التأقلم، بناء على أكثر قدرة على التأقلم في ظل هذه الظروف الحالية، في ظل وجود الجيش الفرنسي قوات إفريقية، سيمكنه ذلك من التحرك بشكل أفضل، بدلا أن كان جماعتين مشتتتين ربما تكون الإمكانيات محدودة، وبالتالي فإن اندماجهما سيمكنهما من التنسيق بشكل أفضل. وجود بلعور خارج او ليس كقيادي لهذه الجماعة، هو في حد ذاته يعتبر كأنه محاولة لتجديد الصف أو تجديد القيادة أو شيء من هذا القبيل، خاصة عندما سمعنا الحديث عن شخصية سبق أن قاتلت في أفغانستان وسبق أن وهو ما يأتي يحمل دلالة من نوع آخر. عندما نتذكر الهجوم الذي حدث في النيجر واستهدف بعض السجون وتحرير بعض القادة السابقين من ما يوصف بالإرهابيين في هذه المنطقة، يعطينا فكرة أن هذه الجماعات عندما تعرضت للصدمة في شمال مالي واضطرت إلى الخروج من شمال مالي ومغادرة نحو جنوب ليبيا وشمال النيجر، كانت بحاجة إلى قياديين جدد، إلى عناصر جديدة، خاصة بعد أن شتتت صفوفها وتفرقت. وأول ما قامت به هو الهجوم على السجن في مدينة نيامي، تم الحديث عن خروج بعض القياديين، بعض العناصر القوية. هذه العناصر يمكن أن تكون مددا جديدا لهذه الجماعات، يمكنها من خلاله أن تجد لها اسما أو تجد لها وضعا جديدا في المعادلة الإقليمية الجديدة.